وعبارة أخرى أنا عبد مأمور يا شيخ. نعم، الإنسان مأمور ومنهي، ما في شك هذا، فهذا لا، ما لا عليه، ليس عليه محذور. نعم، أيضا هناك لكن ما يحتج، اصبر، لكن ما يحتج بهذا على فعل المخالفات وفعل الإساءة إلى الناس، ما يحتج بالقضاء والقدر، وإنما يمسك شره عن الناس، يمسك نفسه عن المعاصي، ولا يقول أنا مأمور، يعني مأمور ومقدر علي هذا أو ما أشبه ذلك. نعم.